عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. الشاهينية للسيد محمد بن مبارك بن عيلان المهيري تسجل الدقيقتين واحد عشر ثانية. بسم الله على بركة الله نرحب بالشوط الأول الرئيسي للجعدان صعوب أول ظهور أعلامي لهؤلاء الجعدان صعوب بهذا الشوط. عندنا شاهين عندنا أيضا المسك مشارك بهالشوط مشارك بهذا الشوط مياس وشاهين والعديد من الجعدان تقدم مع مقدمة هذا الشوط. شاهين الدكتور سعيد بن سالم الشيخ انتقل مع شاهين محمد بن مبارك بن عيلان المهيري يقدم لنا شاهين من قدم لنا اليوم شاهين مع قدم لنا الشاهينية بالشوط الاول صعوب المركز الثالث ادخلت العزوم للسيد يقدم لنا العزوم سالم بن حمد الصقعوان الجحافي المركز الصقعون الجحافي المركز الرابع وصلت اللي هي المسك للسيد سعيد بن مبارك بن عمرور العامري هذه وصل شاهين للسيد سعيد بن مبارك بن حمرور العامري والمركز الرابع للسيد محمد بن مبارك بن عيلان والدخول مع المركز الخامس هذا هو شاهين احمد بن خميس بن خصيبه الظاهري وسيف المعركه ما شاء الله بين القعدون الشوط الاول قعدون شاهين يتقدم شاهين محمد بن مبارك بن عيلان بن عيلان المهيري ووصل احمد بن خميس بن خصيبه مع شاهين افتحوا له الطريق يباله درب 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام انطلق شاهين نقدم التهنية والسلامات لمنازف منازف منازف اشكرك يا احمد يا بن خميس يا بن خصيبة يا الظاهري ما شاء الله. المركز الثاني شاهين للسيد محمد بن مبارك بن عيلان المهيري المركز الثالث مياس الدكتور سعيد بن سالم الشيخ والمركز الرابع وصل فيه للسيد سعيد بن مبارك بن حمرور العامري عودة بالتوقيت الزمني والتهنئة والناموس إلى السيد أحمد بن عيلان أحمد بن خميس بن خصيب الظهري والتهنئة لأبو محمد أيضا سيد خميس بن محمد بن خصيب الظهري دقيقتين 13 ثانية ما شاء الله.